ما هي مؤسسة القرض الحسن، ذراع حزب الله المالي اللي استهدفته إسرائيل؟ وإيلون ماسك متهم بالتلاعب بالانتخابات عن طريق توزيع الملايين على الناخبين. والنجم السوري سامر إسماعيل ضيف استوديو تفاعلكم، أهلا بكم. التصعيد في الضربات بين إسرائيل وحزب الله كل يوم جالسة تتصاعد أكثر وأكثر، وحزب الله أمس أعلن استهداف قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي بعدة ضربات واستهدافات ثانية لجنود إسرائيليين جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أمس وقبل ساعة من منتصف الليل أعلن أنه حيبدأ باستهداف المنشآت المالية التابعة لحزب الله في لبنان، ودعا الناس للإخلاء. وشن الجيش الإسرائيلي غارات طالت أكثر من 15 فرع لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في بعلبك والهرمل وفي البقاع الغربي والجنوب. القرض الحسن كاسم بيعرفوه اللبنانيين، لكن معظم الناس خارج لبنان ما يعرفوا إيش هي هذه المؤسسة اللي بتعتبر الذراع المالي لحزب الله. فخلونا نحاول نتعرف عليها مع ضيفنا اللي بينضم إلينا من بيروت، المحامي والحقوقي الدكتور أنطوان سفير. أهلا فيك معنا دكتور أنطوان. إذا ممكن تشرح لنا يعني آلية أو إيش هو جمعية أو إيش هي جمعية القرض الحسن وآلية عملها. تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. أولا، الموضوع يجب أن يبحث في القانون لتبنى عليه المواقف السياسية مش العكس. الجمعية هي جمعية فيها ترخيص من الحكومة اللبنانية صادر سنة 87، ككل الجمعيات التي لها أهداف. ومن أهداف هذه الجمعية هي المساعدة في مسائل القروض. الموضوع لم يكن ليأخذ هذا الحيز لو لم يكن هنالك عقوبات قد صدرت على هذه الجمعية باعتبار أنها تقوم بعمل مالي أو مصرفي خارج إطار النظام المصرفي والمالي اللبناني، وبالتالي أيضا خارج النظام المالي العالمي. أوكي. من هنا الموضوع لم يعد في سياق جمعية مسجلة حسب الأصول ومرخصة وفق القوانين اللبنانية من قبل السلطات اللبنانية، لأن الموضوع توسع إلى درجة أنها أصبحت هذه الجمعية أكبر من البنوك، باعتبار أن يقال أن لديها ما يوازي 1,800,000 عميل أو شخص يتعاطى معها من أصحاب القروض. أي. يعني اللي حاصلين على القروض أو اللي حاطين مبالغ فيها. أي. يعني ويقال أصلا وبحسب الوصف اللي حطته جمعية القرض الحسن يعني في الويب سايت أنهم يعني عندهم استعداد يوفروا خدماتهم لكل أحد وما بيهتموا لا بالطائفة ولا بهذه الأمور. يعني هذا الموضوع يعني موجود في نظام الجمعية، إضافة إلى أنه وقت بيصير هذا العدد يعني 1,800,000 كما يقال، أصبحنا في سياق أكيد يعني غير محصور بمنطقة أو بمجموعة في لبنان، لأنه 1,800,000 يعني عم تحكي أكثر من يعني ثلث الشعب اللبناني. أوكي. أو ربما هنالك أشخاص
غير لبنانيين أيضا. إيه. إذا الموضوع هنا يطرح من هذه الزاوية، هو طيب جمعية قائمة تعطي القروض، ولكن أصبحت سوبر مصرف أو مؤسسة مالية باعتبار أن نشاطها أصبح واسعا أو موسعا، وهنالك مجموعة كبيرة من المتعاطين مع العملاء بين من يدفع المساهمات وبين من يستحصل على القروض السكنية أو ما شابه، أو التي تتعلق بالطاقة الشمسية أو غيرها، كما هو موجود في فأصبحت النظام يعني الحالي. نظام مالي أو عمل مصرفي غير قانوني، غير تابع لا للدولة ولا للنظام المصرفي العالمي. القرض الحسن هو جمعية قائمة في القانون اللبناني كجمعية، نعم. ولكنها تقوم بأعمال مالية، يعني نشاطاتها غير كأنها مرخصة. مؤسسة مالية. وعندما تكون المؤسسة مالية أو تقوم بنشاط مالي كالمؤسسات المالية، لا أقول المصارف لأن المصارف لديها إطار خاص، نعم. ولكن المؤسسات المالية يجب أن تخضع لسلطة الدولة. من في الدولة؟ يعني بتقولي لي عندها ترخيص يعني خاضع للنظام، خاضع للنظام من حيث المبدأ، أما في الواقع فيجب أن تخضع لسلطات الرقابة المالية، أي اوكي، مصرف إيه لبنان يعني هي و مثل كثير اشياء عند حزب الله، عندهم يعني مؤسسة موازية للمؤسسة اللي بتكون في الدولة، يعني بتكون عندهم هم خارج نظام الدولة. طيب القرض الحسن متهمة بكثير من الاتهامات، وطبعا من أبرزها أنه غسيل الأموال وموضوع أنه تمويل الإرهاب وما إلى ذلك. هل في أي شيء يعني معلومات نقدر نأكد فيها هذا الموضوع؟ يعني طالما أنها ليست خاضعة للنظام المالي اللبناني، أي أن مصرف لبنان والمؤسسات اللي نسميها المؤسسات الرقابية نعم. على أعمال المصارف أو على أعمال المؤسسات المالية، يعني بالتالي ليس لديها ملف لديهم، لأنه ما عندها ترخيص، ما عندها رقم، ما عندها جهاز يراقبها حسب القوانين، لا سيما قانون النقد والتسليف في لبنان الذي أعطى لمصرف لبنان وللمؤسسات المحيطة به القدرة والصلاحية على مراقبة أعمال البنوك والمؤسسات المصرفية ومدى تطابق أعمالها مع أحكام القانون ومع أحكام القوانين الدولية أيضا. إذن لا يمكن أن نأخذ هذا الموضوع في سياق المؤسسات الرسمية اللبنانية، أي مصرف لبنان والمؤسسات الرقابية، لأن هذه الجمعية تقوم بالعمل المالي خارج هذا الإطار، يعني خارج هذه الرقابة. وموضوع العقوبات يتعلق بأنها تشكل الذراع المالي لحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة وبعض الدول أو بعض الأنظمة القانونية بأنه يعني على اللائحة السوداء إذا جاز التعبير، وبالتالي من الطبيعي نتيجة ذلك أن تكون الذراع المالي لديه، أي جمعية القرض الحسن، ضمن هذا السياق باعتبار أنها تتعاطى المال معه أو فيه أو من خلاله أو له أو لبعض أفراده. وبالتالي الموضوع هنا يخرج عن سياق النظام المالي العالمي، ونحن نعرف أنه عندما تكون هنالك مؤسسة مصرفية أو مالية موضوعة على اللائحة السوداء لا تستطيع أن تقوم لا بتحويلات ولا بأي عمل يخص الدولار الأمريكي كما هو معروف، أو اليورو إذا كان ذلك يتعلق بمنطقة اليورو. أما هنا فالموضوع مختلف، هذا هو نظام باراليل، يعني نظام بديل أو موازية. موازي لا يخضع للنظام المالي اللبناني ولا هو جزء من النظام المالي العالمي، نعم. وبالتالي لا يمكنه أن يقوم بالأعمال أي التحويلات بصورة مباشرة، لأن أيوة. ليس له كيان قانوني في سياق المؤسسات المالية والمصرفية نعم. الدولية. وصلت الفكرة. نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح. كان معنا من بيروت المحامي والحقوقي الدكتور أنطوان صفير.
نبقى في لبنان، فمن بعد الغارات الإسرائيلية اللي وصفت بالعنيفة أمس واللي استهدفت محيط مطار رفيق الحريري الدولي، انتشرت على المنصات صورتين لطائرتين بتهبط في المطار وسط القصف والنيران والدخان. وحقيقة الصورتين مو بس انتشروا، هم حرفيا غزوا المنصات، وكان عنوانها الأبرز صور للتاريخ. الصورة الأولى هذه اللي شايفينها الآن على الشاشة لطائرة الشرق الأوسط وهي بتحاول تهبط في المطار، والصورة مثل مشايفين مخيفة جدا يعني، بس تبين بعدين إنها معدلة بالذكاء الاصطناعي ومو حقيقية. فصحيح إنه في طائرة هبطت في المطار وقت الغارات، بس ما كانت النار قريبة عليها لهذه الدرجة. أما الصورة الثانية لطائرة موجودة على مدرج المطار أو على مدرج المطار والدخان حولها، وعلى منصة أكس مكتوب إنها مو حقيقية كمان ومعدلة بالذكاء الاصطناعي. وعلى فكرة من بداية التصعيد في لبنان في كثير تساؤلات عن إقلاع وهبوط الطائرات في المطار. شركات طيران العالم كله وقفت رحلاتها من وإلى المطار، والآن بس طيران الشرق الأوسط اللي بيحرك رحلات من المطار. وكنا حتى نحن تناولنا الموضوع في تفاعلكم وتكلمنا عن مستوى الأمان في هذا الشيء وقديش الموضوع مخيف حقيقة يعني. أهلا من جديد. 15 يوم بتفصلنا عن الانتخابات الأمريكية والصراع طبعا على أشده بين ترامب وهاريس، والحرب الدعائية والانتخابية خلاص في جولاتها الأخيرة. تقارير اليوم بتقول أنه حملة ترامب الشهر الماضي صارفة أقل من ثلث اللي صرفته حملة هاريس على الدعاية الانتخابية، والدعاية الأخيرة لترامب حقيقة مبتكرة، فقرب فيها من العمال وبطريقه كده كمان ضرب في هاريس. Hello, everybody. Sir. My first day at McDonald's. I'm looking for a job. Hello, President Trump. I'm Derek Jackamantoni. I'm the owner. Well, that's a good owner. Must be a wealthy guy, huh? Thank you very much. Well, I'm looking for a job, and I've always wanted to work at McDonald's, but I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So if you don't mind, I want to work the French fry counter. Absolutely. Okay, how much are you paying me? How much are you paying? في بنسلفانيا الولاية المتأرجحة، ترامب قدم على وظيفة ليوم واحد في ماكدونالدز، منها أنه يتقرب من الطبقة العاملة ومنها كمان يضرب في هاريس زي ما قلت لكم. كيف؟ هاريس بمعدل كل خطاب أو إجابة على سؤال بتعيد وتزيد إنها من الطبقة المتوسطة، ومعارضيها بيكذبوها وبيقولوا إنها من الطبقة الغنية. بس الأهم في قصتنا اليوم إنه هاريس كمان بتقول إنها في شبابها اشتغلت في ماكدونالدز وبتتكلم عن الموضوع في تجمعاتها الانتخابية كثير، وترامب يقولوا أو ترامب يعني بيقول إنها هي بتكذب وهذا مو صحيح، وإنها بس بتحاول تتودد للناس بإنها تقول إنها اشتغلت هناك. فترامب العاشق للبرجر والوجبات السريعة قرر يروح يشتغل في ماكدونالدز ويتمسخر على هاريس، والأمم برا المطعم كانت بالآلاف. ترامب دخل طلب الوظيفة، خلع جاكيته، لبس مريول المطبخ وانطلق للعمل. Oh, I think it's good. You want to do that? Yeah. Yep. Mr. Trump, what's your favorite thing to order at McDonald's? I like it all. I love it. I like every ounce of it. Everything. Yep. We're gonna put it right here. Okay. Load slowly into the world. I want to burn.
expecting that whatever's going to hit our fry timer right here. Okay, right there. Now we're waiting for that duty timer. So now when that duty timer comes up, again, hit the timer, okay. Take it out the oil slowly, give it a little shake so that we don't get stuck together, and then lower it back into the oil. Keep it tight. We got the salt on it. Never touches the human hand. Very good. Nice and full. ترى ملحوظة بس ترامب مثل ما سمعتوا قال عن البطاطس إنها بتطلع ما لمست يد إنسان في إشارة للنظافة في المطعم، وهذا الموضوع بيهب ترامب أكثر من غالبية الناس لأنه معروف إنه جرموفوبيك، يعني عنده فوبيا من الجراثيم. المهم ترامب حضر الوجبات وسلمها كمان لزباين الدرايف ثرو اللي كانوا سعيدين جدا ومتفاجئين. Oh, okay, great. This is all on Trump. Oh, hold on. I'm allowed to do that, right? Yeah. Let's check and make sure. It's everything you said it would be. It's better be. It's going to be the best yet, but I made it myself. You're the best. Thank you, Burger. Compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Mr. President, yes. Please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it good. Please, please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. It was a pleasure, Mr. President. Compliments of Trump. Yes. Thank you so much. Thank you over there. Thank you very much. Hello, how are you? What a beautiful woman. Look at the beautiful sky. It's like the perfect looking person. Come on in. I can see. We pray for you, and you are the type of person you want to be the president. Thank you very much. Thank you so much. خير الشباك تسليم الطلبات ما كان بس واقفين الزباين، لكن في طبعا كثير وسائل إعلام اللي استغلوا الفرصة وصاروا بيصرخوا أسئلتهم لترامب واحد وراء الثاني، وهذه بعض ما أجاب عليه ترامب. You actually have worked at McDonald's now, mostly. Now I have worked at McDonald's. I now work for 15 minutes more than Kamala. Are you going to put this on your resume? I never work here. Why would she lie about something like that? Will it be put on your resume? I worked at McDonald's. Why would she lie about that? Why is it because she's lying, Kamala? بيقول لهم انه صار له 15 دقيقه بتشتغل في ماكدونالدز وانه اشتغل زياده صار له 15 دقيقه هو بيشتغل في ماكدونالدز وانه هو اشتغل زياده عن هاريس 15 دقيقه، يعني بالعربي هي اشتغلت صفر ساعات، انها كذابه يعني كذا بيقول ترامب. يعني عموما الصحافه كمان سالته ايش حيهدي هاريس في عيد ميلادها اللي صادف امس كمان عيد ميلادها 60 على فكره، وجوابه كان مفاجاه. It's Kamala's birthday. She's 60 years old. Yes, I would say happy birthday, Kamala. She's turning 60. Did you get her some fries? I think I'll get her some flowers. Maybe I'll get her some fries. You're right, that might be. I'll give her some McDonald's. I'll get her a McDonald's hamburger. ورد وفرايز، يعني حق يقتل، وبغض النظر عن الحرب السياسية والصراع الانتخابي، يعني هدية تحترم، يعني ما في ألذ من الفرايز عموما، والورد يعني حركة فيها جنتلة يعني. أمس تكلمنا عن آخر الطرق اللي جالس بيستخدمها الملياردير إيلون ماسك عشان يدعم المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، والطريقة هي جذب الناخبين عن طريق المال. فكان أعلن ماسك أنه من السبت ولغاية يوم الانتخابات حيوزع مليون دولار بشكل عشوائي، كل يوم ياخذ ناخب مليون دولار، وهدول الفايزين حيكونوا من الناخبين اللي بيوقعوا على عريضة أونلاين بتدعم الدستور الأمريكي وتعديلاته المتعلقة بحرية التعبير والحق في حمل السلاح. والفلوس هذه اللي هي المليون يوميا حتندفع عن طريق لجنة العمل السياسي اللي أنشأها ماسك لدعم ترامب واللي تبرع لها ب 75 مليون دولار. وكنا عرضنا لكم أمس الفائز الأول، وأمس وزع ماسك المليون الثاني لفائزة ثانية، ونشر بوست قال فيه أنه كل ليلة حيكون في فائز، ما عليكم إلا أنكم توقعوا على العريضة بس. وقال أنه بيهدف للحصول على توقيع ما بين مليون لمليوني ناخب في الولايات المتأرجحة. You're most welcome. Woo!
Yeah. وحقيقة اللي جالس بيعمله ماسك كان له ردات فعل من كثير من الأشخاص، بس كلها عنوانها التلاعب في الانتخابات. فحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو وصف الموضوع بالمقلق للغاية، والخبراء قالوا إنها حيلة للتحايل على الانتخابات، وإنه هذا التصرف مخالف للقانون، لأنه القانون الفيدرالي بيحظر تقديم مدفوعات نقدية للناخبين، وبيمنع أي أحد يدفع أموال للناخبين عشان يسجلوا أسماءهم للتصويت لمرشح معين. ودليل الجرائم الانتخابية الصادر عن وزارة العدل بيقول إنه دفع أموال لأشخاص بنية تحريضهم أو مكافأتهم على الإدلاء بأصواتهم أو تسجيلهم جريمة اتحادية يعتبر، ويعاقب عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 10,000 دولار. والجريمة مو بس بتخص الأموال، لا كمان بتشمل أي شيء له قيمة مالية، يعني فلوس أو هدايا. وبيقولوا صحيح ماسك مو جالس بيطلب من الناخبين التوقيع على نموذج بيدعم ترامب، وقال انه اللي بيوقعوا عليه العريضه او اللي قال اللي هو انه هو قال انه اللي بيوقع على العريضه مو ضروري انه يصوت، بس نيته واضحه، لانه اللي بيوقعوا على العريضه بيحطوا تفاصيل الاتصال الخاصه فيهم، وبالتالي لجنه العمل السياسي اللي اسسها ماسك بتقدر تتصل فيهم علشان اصواتهم. احنا معانا من واشنطن جابرييل سوما، بروفيسور في القانون الدولي. اهلا فيك معانا بروفيسور جابرييل. اول شيء قبل ما نبدا في موضوع ماسك والاموال الانتخابيه والاتهامات هذه، قيل لي انك كنت بتضحك على موضوع ترامب وحملته اللي قام بها في ماكدونالدز، ايش رايك بهذه الحمله؟ وهذا هو ترامب الذي نعرفه. يعني لولا أنه رجل سياسي ومرشح للرئاسة هكذا كان ترامب. نعم. كنت تشوفيه على الفيفث أفينيو بنيويورك يمشي مثله مثل بقية العالم، ولكن الوضع السياسي تغير في البلاد وأصبح مستهدفا من قبل مناوئيه في الانتخابات كما تعلمين. حاولوا وضعه في السجن، حاولوا إفلاسه ولم ينجحوا، حاولوا حتى قتله 3 محاولات اغتيال. نعم. جرت بحق ترامب، والحمد لله يبدو بأن الله يدير شأن ترامب. نعم. يعني خلينا نرجع الآن إلى الموضوع اللي هو الحملة الانتخابية وما يقوم به ترامب من أو ما يقوم به عفوا إيلون ماسك من جهود لإعادة انتخاب ترامب. فواحدة من الأشياء هي اللي عملها أنه قال للناس وقعوا على هذه العريضة وحاطي كل شخص منكم $1,000,000. طبعا هو داعم لترامب بأشد الطرق والوسائل وجالس بيدور حتى معاه يتكلم في الولايات. هل ما يقوم به ماسك حاليا يعتبر تدخل في الانتخابات أو نوع من التلاعب المالي؟ هناك رأيين في هذا الموضوع. هناك من القانونيين من يعتبر بأنه تدخل في الشأن الانتخابي ويعاقب عليه القانون، ولكن هناك خبراء في القانون يعتبرون بأن ما يقوله هو تعبير عن حرية الرأي في الولايات المتحدة. علينا أن نذكر بأن إيلون ماسك تعرض في هذه السنوات الأربعة إلى أمور قضائية من قبل إدارة بايدن، ولذلك تجدينه متحمسا جدا للمساعدة على إجراء انتخابات نزيهة ويفوز فيها الرئيس ترامب بدلا من كاميلا هاريس. إيه طيب، لما أنت بتقول إنه في ناس بيتفقوا أو بيقولوا إنها قانونية وفي ناس ما بيقولوا إنها قانونية، الآن يعني هذا الموضوع خصوصاً إنه زي ما حضرتك ذكرت في كثير هجوم على ماسك ومحاولة يعني للسيطرة على نشاطاته، هل ممكن الآن مثلاً أطراف معينة تقوم برفع قضية وتتهمه بالتدخل في الانتخابات؟ يا بالنتيجة المسألة سوف تحل فيما إذا أحيلت على القضاء، تحل من قبل المحاكم. أيوة. ولكن أعتقد بأن بالنتيجة حرية الرأي سوف تسيطر على الموقف، ويعطى لإيلون ماسك الحق في التعبير عن رأيه. حتى لو كان إنه المقصد أو المغزى هو استمالة الناس لترامب لمرشح معين. أعتقد ذلك، لأنه كما تعلمين
إيلان ماسك من أكبر الداعمين لترامب، دفع لترامب أكثر حوالي 90 مليون دولار في الشهور الثلاث الماضية. يعني آخر شيء إيوة دفع له 75 مليون. 75 مليون. هذه آخر دفعة كانت إيوة. صح 75 سوري. فإذا هو من أكبر الداعمين. هناك أيضا مليونيرية مثل إيلان ماسك دفعوا أيضا لدونالد ترامب، ولكن في جميع الأحوال كاميلا هاريس لديها أيضا حوالي 700 مليون دولار من التبرعات، ويمكن أن يصل المبلغ إلى مليار دولار كما قرأت هذا الصباح. أوكي طيب، بس بروفيسور جابرييل إذا تشرح لنا ليش أوكي إنه إيلون ماسك يروح يدفع مثلا هذه المبالغ الكبيرة لحملة ترامب وغيره من المليونيرية وما إلى ذلك، وهم حتى بيقوموا بحملات يعني لجمع التبرعات، ونفس الشيء بيصير طبعا في حملة هاريس، بس مو أوكي إنه مثلا يوزع مليون عشان يشجع الناس على التصويت؟ لأن القانون الأمريكي صريح من هذه الناحية، يعتبر بأنه أي شخص يدفع مالا لشخص آخر لكي يصوت لمصلحة فلان، هذا يعتبر نوع من البرتيل، يعاقب عليه القانون كما ذكرت حضرتك، يعني هناك عقوبات جزائية لذلك. ولكن كما تعلمين إيلان ماسك رجل له وزنه في الولايات المتحدة، لا أعتقد بأن القضية سوف تصل إلى القضاء. كل ما هنالك ممكن أن يعطى تنبيها من قبل النيابة العامة بوقف هذه الأعمال. أيوة. طيب نحن بنشكرك على هذه التوضيحات. كان معنا من واشنطن جابرييل سوما، بروفيسور في القانون الدولي. أهلا من جديد. تحقق مسلسل العميل اللي بيعرض على منصة شاهد وعلى قنوات أم بي سي نجاح كبير وواسع جدا من أول انطلاق طولي اليوم، وصار من المسلسلات الأكثر مشاهدة في عدد من الدول العربية وترند على المنصات كمان. والمسلسل طبعا بيجمع نجوم سوريين ولبنانيين، نجومهم أيمن زيدان، سامر إسماعيل، وسام فارس، ويارا صبري، وأيمن رضا، وفادي صبيح، وطلال الجردي وغيرهم. وبتدور قصته عن شقيقين، أمير اللي بيقوم بدوره سامر إسماعيل، وغسان أو وسام اللي بيقوم بدوره وسام فارس، في وكل واحد منهم كده بيدور على الثاني، كون ملحم اللي هو أيمن زيدان خطف غسان من أهله وهو صغير. ترى ما بخرب المسلسل، حتعرفوا الحاجات هذه من أول يعني كم حلقة على طول حتفهموها يعني. المهم الاثنين اللي ما بيعرفوا عن وجود بعض بيتطوعوا في الأمن، وكل واحد منهم بيشتغل عميل عند طرف لحساب طرف. المسلسل مأخوذ من النسخة التركية في الداخل، وهو 90 حلقة بس، حقيقة خرج عن إطار المسلسلات المعربة اللي كانت مأخوذة من دراما تركية، وهو أول مسلسل أكشن بيتم تعريبه. ومع مرور 46 حلقة المسلسل قلب الموازين بجرعة تشويق مميزة، واليوم معانا طبعا في تفاعلكم أحد أبطال العمل واللي عامل ضجة كبيرة على المنصات، واسمه بنشوفه يوميا في كل مكان، وعامل كده حالة خاصة، وهو الفنان السوري سامر إسماعيل. أنا أمير عم بلعب لعبة كبيرة ومناوي أبداً أطلع منها خسران. هاد لبستي بتهمة ما إلي فيها، قعد يتقاوى علي برتبه، خلاني وقع على طلب تسريحي غصباً عني. قلت لك ما رح تمرق هيك. الحب حلو بس بظرف مثل ظرفي الحب رح يكون نقطة ضعف. ديني رح أخده منك مو من وصول. شو قلت؟ بس تجهز السيارة، عازمك على مشوار مرتب، تجهزي حقلك. ليش هيك عم تساوي فيني؟ يا الله. على فكرة أنت السبب. أنا شو دخلني؟ ما هو جمالك اللي وترني وكركبني وخلاني كب القهوة على حالي. أمي كل عمرها عايشة مقهورة، خطفوا لها ابنها الصغير، لك أبر أبر ما كان عنده كرمال نبكي عليه. كل شي له علاقة فيني وبعيلتي تبعد عنه أحسن ما ضايقك. لك لا رح تخلص علي، ولا رح تقدر تلمسني، ولا رح تمس حدا بيخصني. إذا طلعتي رح تكون على إيد واحد رخيص. أنا بفضل ضل محبوس. لا تواخذني بهالكلمة، اللي عم يأكل العصي غير اللي عم يعدها. أنا صرت عم لملم أمي كل يوم من المشافي، كل يوم بكون فيه مع ملحم بينكسر قلبه وبتنقهر. أنا عقلي ما عم قدر أتقبل فكرة أنه هو اختفى، بس لأنه قلبي وروحي وعقلي وكل شي فيني حاسس أنه هو لسه موجود.
والله عملت كل شيء في مساوي لحتى اني رجع. بوس ايدك. لا تغشني اخي، عايش عن جد؟ مشهد مرة يحزن. المهم حقيقة من بداية عرض العمل وهو طبعا محقق نسب مشاهدة واسعة وإشادات كبيرة، وأخص بالذكر طبعا سامر إسماعيل، وهذه عينة من آراء متابعي العميل. ومعنا في استوديو النجم سامر إسماعيل. أهلا فيك معنا يا سامر. أهلا فيك يا سارة، وشكرا على الاستضافة وتحياتي لكل المشاهدين. أنت دائما منورنا والحمد لله أنك أنت ما شاء الله. يعني شوف أنا حقول حاجة، إحنا وشنا حلو عليك، ولاد بديع استضفناك في رمضان وكنت مكسر الدنيا حقيقة. الآن العميل برضو هذا، فأنا حنسب نجاحك لنا أن إحنا السبب الحقيقة. والله لا يعني ما شاء الله، طبعا نحن يعني ام بي سي والعربيه وكل المؤسسه وشاهد، انا من البدايه كنت مع مسلسل عمر، كنت طبعاً. يعني بهي المؤسسه أيوة. المؤسسة على المبنى تذكرت هيك يعني تقريبا 10-12 سنه لورا يعني وقت اللي عملنا هون مسلسل عمر كمان، وكنا من هون الانطلاقه كانت يعني أيوة. فانتوا دائما كام بي سي والعربيه وشاهد وكل المؤسسه يعني وجهكم خير علي، وانا بحب كثير هيك انتمائي لهي المؤسسه، وبتمنى دائما التوفيق والافضل كل اللي عم يشتغلوا فيها وللأعمال اللي عم نساويها جميعا إن شاء الله. بس يعني جميل جدا أنك ما شاء الله يعني خارج من رمضان بعمل ناجح، والآن عمل ناجح برضو ثاني. بس الناس في البداية شوية تخوفت لما قالوا تركي، مأخوذ من مسلسل تركي، أنت تخوفت في البداية كمان؟ الحقيقة يعني مو كتير صراحة، أنا استتابعت جزء كبير من المسلسلات التركية اللي عملت قبل، كنت عم شوف أنه في يعني إنجاز كتير كتير عظيم فيهم، وهو ما نوع يعتمد بس على الكوبي يعني المسلسلات التركية المنتجات اللي طلعت، هي عم تكون شيء يسمى adaptation أو الاقتباس يعني هو شيء وارد دائما بكل الصناعة بشكل عام، يعني كان المسرحيات العالمية والأفلام وارد جدا دائما أنه نفس النصوص أو نفس الأعمال ينعمل منها نسخ مختلفة بكتير بلدان. فالخيار اللي نحن رحنا مشانه بالمسلسل اللي أنا نعرض عليه يعني واللي رحت عليه بالنسبة لي كان يعني أول شيء إنه مسلسل هو بالأساس ناجح بتركيا وعمل نجاح صح مكسر الدنيا أيوة برا تركيا يعني بأوروبا الشرقية وبروسيا وبكل مكان، كان معروض ومتابع من تقريبا 7-8 سنين هذا الشيء صار، والستايل تبعه ونوعيته اللي هو فيه أكشن وحركة ومختلف شوي عن المتعارف عليه بالنسبة لنا نحن كجمهور عربي. المسلسلات التركية اللي بتكون معتمدة بس على قصص حب وفقط يعني وعيلة خفيفة عارض الحب 100% يعني اللي يعني مواضيع ما بدنا نقول خفيفة يعني بقدر ما هي يعني لايت بسيطة رومانسية يعني بس رومانسية بس هي بتحبها مشان هيك بقول لك ماني حابب تشوفك انت في هذا النوع من ان شاء الله ان شاء الله انا بحبيت حالي شوف حالي اكثر بشيء يعني يكون في شوي تحدي اكبر فمسلسل يعني كان في اكثر من خيار بالنسبة لي انا بالنسبة للاعمال المعربة انا كنت ميال لاني اروح لهذا الخيار وخبرت موجه لها تحية دائما طبعا سارة دبوسي المنتجة الفنية اللي عم تساوي كل المسلسلات قلت لها حابب روح على هيك شيء يعني اللي هو فيه صعوبة فيه تحدي بس نفس الوقت فيه متعة يعني فيه شغل على النوع اللي أنا بحبه اللي هو الأكشن والدراما وفيه قصص إنسانية كتير منيحة فالخوف هذا انتقل من مطرح الخوف لأنه لا
الحماس يعني او هيك الاحساس بالمسؤوليه انه كيف بدنا نسويها باحسن صوره. انت ذكرت الاعمال الثانيه اللي انعرضت من قبل اللي هي المعربه اللي انعرضت على ام بي سي، اي واحد منهم لفتك؟ الحقيقه تمام كان مسلسل جيد جدا اللي سوا باسل خياط وموجه تحيه للجميع طبعا كلها معوض وكل الزملاء اللي كانوا فيه، كان مسلسل جميل. لعبة حب طبعا كمان معتصم ونور كانوا عاملين شغلة كمان هيك لطيفة جدا. يعني بشكل عام كل الأعمال التركية اللي عم تنعمل عم يكون فيها شيء لطيف وكريستال كمان محمود مدحتهم كلهم طبعا كلهم كل أصحابك واخترت واحد بالعكس زملائي وبحبهم وأصدقائي وبفتخر فيهم لما أشوفهم ناجحين. يعني بالعكس هو نجاح لنا كلياتنا، يعني نجاح أي واحد فينا نحن يعني هو نجاح للكل المفروض يكون. يعني بس في منافسة؟ منافسة حلوة طبعا دائما في أكيد منافسة. يعني أكيد أنت تبغى العميل يفوز على كل الباقي. وعم فاز. طيب شايف هذا الكلام المزبوط. طب دحين احكي لي المشاهد اللي فيها ضرب ومضروب ومدري ايش، انت متدرب عليها ولا ايش الوضع ولا في احد بدالك جاي؟ لا لا انا سويتهم كلياتهم انا، يعني المشاهد كلياتها انا، وكلياتها تعرضنا لاصابات طبعا. يعني انا صار في صار عندي كسرت ايد مثلا، وسام فارس صار عنده كمان اصابه بظهره بالبدايه. نحن بلشنا التصوير كمان جمهور بيعرف، يعني كمان بلشنا نحن مع الصديق والزميل جنيد زين الدين اللي كان هو مفروض بدور وسام. كمان اثر اصابه بالتحضيرات لمشاهد الاكشن اضطر انه يغادر المسلسل، وطبعا شرفنا بقدومه وسام فارس. بس كمان لانه اصابته كانت يعني رباط صليبي بالركبه، فكان من المستحيل انه يقدر يكمل. يعني هو صور كميه منيحه، نحن عدناهم لهدول المشاهد اللي هو صورها. انا عندي سؤال، انتوا كنتوا عادي مع الاصابات دي انكم بتكملوا التصوير وكذا؟ يعني ما في يعني تتكلم اصابات مهوله. الاصابات جزء من الرحله يعني خصوصي باعمال الاكشن، فهو هذا وارد يعني دائما. انه حتى بالاعمال اللي بتكون اقل يعني دائما يعني الانسان بشكل عام والممثل على السيت بشكل خاص معرض لانه يصير معه اي شيء، فما بالك باعمال الاكشن، فهذا الشيء وارد يعني بصير مع كل العالم بكل مكان. فانه ايه بدنا نرجع نكمل طبعا، ما بيخلونا ما نرجع نكمل. اتمنى يكون الدفع كويس يا سامر على الموضوع. ان شاء الله ما قصروا، ومتمنى يدفعوا اكثر صراحه. بالضبط، لانه يعني الموضوع صار فيه اصابات يعني. طيب دحين الان قد ايش حتلتزموا بالمسلسل التركي؟ انت بتقول ادابتيشن واقتباس، بس الناس يعني تفرجت على الاولاني وجالسه ماشيه معاكم بتشوف، فقد ايش في اختلافات انتم عملتوها؟ المفروض ما يكون في اختلافات كثير بنحنا بجوهر القصه والحامل الاساسي لسير الاحداث. الاقتباس صار بانه كيف نحن بيأنا المسلسل، يعني خلينا انه كيف بده يصير يعني مناسب قدر الامكان للبيئة السورية اللبنانية وبالشخصيات، ويمكن بالنهاية ما بدنا نحكي هلا شو ممكن يصير، بس خلي الناس تفرج. ايوه لا تحكي النهاية. أيوة. خلاص ما راح احكي. ايوه لا تحكي، كلنا بنتفرج ترى، كلنا بنتفرج جالسين. فلا تخرب علينا يعني الموضوع. بس في كثير تعليقات شفت انت على السوشيال ميديا، حتى عرضنا لك هي يعني خلينا نعرض لك كمان واحدة صورة عملوها الناس متداولة كثير هذه على السوشيال ميديا شفناها، يعني كل تعابير الوجه اللي انت عاملها. طاح المايك. ايوه ركبه لك اهو، بنركبه أيوة. هون ايوه بالضبط. اوكي إيه، فهذه كل تعابير الوجه اللي بتعملها، فجالسين متداولينها بكثرة. إيش إحساسك لما تشوف أشياء زي كذا؟ والله الحقيقة بفرح يعني، وللأمانة هذا المسلسل يعني استنزف طاقتي كثير، يعني كان متعب جدا 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 لأقصى الحدود. يعني كان يقول الأستاذ الكبير إيمان زيدان وقت الأيام اللي كنا عم نصور إنه نحن مثل كأنه عم نعمل 90 فيلم سينما أكشن، يعني حتى مو أي أفلام، لأنه نحن كل الوقت كان يعني مشاهد ماستر سينز فيها تصاعد انفعالي ودرامي لأقصى حالاته، خصوصي عندي انا كان يعني عند الكل طبعا، بس بالتحديد انا كان تقريبا كل يوم بكون في عندي مشاهد فيها، يعني بالاسبوع ببكي لي شي مرتين ثلاثه على مده شي سنه. عرفتي انه خير ان شاء الله شو صاير بالدنيا؟ عرفتي انت بالعاده قديش بكاي؟ يعني ابدا الموضوع مره صعب. كل شي يعني ما بكيته بحياتي بكون اياه بسنه، يعني عرفتي انه بالاسبوع اجباري في عندي بكوتين ثلاثه يعني. وانا انه هيك بحاول اعيشهم. طبعا واللي رح تشوفوه لقدام كمان رح يكون فيه دراما كثير. معقول ايمن زيدان قديش شرير؟
استاذ ايمن زيدان هو اكثر شيء بعيد عن هذا الشيء، بس هو طبعا يعني هو قامه وعمود من اعمده الدراما والفن. ايه يعني لما بيطالع كده من تحت، ما طبعا ما حعرف اجيبها. كان كان مرعب حقيقه، كان مرعب مرعب مرعب. مشاهدي معه كانت، مشاهدنا كلياتنا مع استاذ ايمن كانت يعني خلص استاذ ايمن زيدان اسم وقامه يعني. فهي بالضروره انت قبل ما يمثل انك رايحه تمثلي انت مع ابو حازم، فانه فيها وهرة، فيها رجفة، فما بالك بهذا الدور اللي كمان أعطيه هو كل هذا التقل والكاريزما اللي هو عنده، فكان فعلا يعني شيء مخيف. أيوة، أنت أول مرة تمثل معه؟ لا، أستاذ أيمن عملنا مع بعض نحن مسلسل اسمه وجوه وراء الوجوه من 2013 أو 14 تقريبا. أيوة، من الأشياء القديمة. أوكي هيبشي. طيب، والتسعين حلقة تخوفت منها؟ أنه 90 كتير؟ أكيد أكيد مخيفة كانت. ما كنت متوقع انه تاخذ كل هذا الوقت، لانه نحن صار في يعني كثير مشاكل يعني كان المفروض نكون 7 شهور و8 شهور، فزاد علينا 4 شهور تقريبا. اربع شهور يعني تعملي فيهم مسلسل 30 حلقه مرتاحه يعني. فكان متعب، بس انه بس يخلص هذا خلص النتائج هيك، والتفاعل الناس والشيء اللي عم نقرا على السوشيال ميديا والناس بالشارع كيف عم يعني ردات فعلها، بتخلص يعني هي هذا بالاساس هو المبتغى وهو هذا المطلوب يعني من ليش نحن عم نشتغل هذا الشغل. أيوة. فالحمد لله رب العالمين ما بتحسي يعني لا بالتعب ولا بشيء بعدين. شفت واحدة من التعليقات اللي بتقول انه يعني على التدخين، انه التدخين انه قد ايش سيء ولكن ما اجمل المدخنين يعني. فانت بتدخن كثير فعلا في المسلسل؟ كثير لا يعني تقريبا انا كل شيء 20 حلقه لحتى ادخن سيجاره بالمسلسل. ليش انا بشوفك بتدخن كثير؟ والله جد؟ ايه ما ادري. لا قليل كثير ماني مدخن بالمسلسل. ليش الانطباع كذا عندي؟ بس انه اي في صور اتاخذت على السوشيال ميديا يمكن هيك من هالكم مشهد. بس عم تفرج يعني. بس اوكي طيب ايه، فانك انت ما بتدخن؟ لا يمكن كانه هلا بين انه ما عم تتفرج كثير معنا. لا يا سلام احكي لك التفاصيل لا كلها بس حخرب على الناس المسلسل. ارجوك حخرب على الناس المسلسل. مستعد احكي لك من البدايه لين ما وصلنا الان. بس ايه، بس موضوع انه ايه وقت التدخين وما اجمل المدخنين، الناس كثير بتغازلك في احنا المايك حقنا يهمك. لا هي جاكيتي شكلها مشكلة، انتم من عندكم ما في اي مشاكل. يا شوف شوف الزوج، شو هذا، شو هالمسائل، شوف الزوج، شوف غيرت كل ضيوف كذا. طيب ايه بقول لك انه كثير من التغريدات والاشياء والبوستات اللي الناس حطاها بتتغزل فيك يعني على شكليا يعني. سامر ايش بتحس لما بتشوف هذه الاشياء، والاهم ايش بتحس زوجتك؟ الحمد لله والله يعني نحن هذا بالنسبه لنا هو النجاح وهو يعني بفرحنا كلياتنا، وما بعرف يعني بالنسبة لزوجتي كمان هي بتنبسط بأي شيء منيح بيصير معي يعني هيك لما الناس يكونوا حابيني ويكون في هيك تفاعل مع شغلي اللي عم يصير يعني. فهي بس الغزل خلقة الله، الغزل على الجمال من خلقة الله، هذه هي خلقة الله. ما بعرف حمر وشك. بس في كثير يعني لازم بيتكلموا طبعا على هذا الموضوع بيتغزلوا فيك. بس انا كمان كنت بدي اسالك انه يعني لانه ما شاء الله حتى يعني اولاد بديعة كان يعني كان حالة عمل حالة. الآن إيش اللي جاي إن شاء الله؟ الحقيقة هلأ عم نحضر مسلسل اسمه مطبخ المدينة كمان مع مدام رشا شربتجي ونفس الشركة المنتجة. رمضان هذا حيكون؟ رمضان إن شاء الله. يعني إن شاء الله قريبا جدا رح فوت في التصوير فيه. مين معك؟ ومعنا الأستاذ قيس شيخ نجيب، عبد المنعم عمايري، الأستاذ عباس النوري، طبعا كلهم محافظ الألقاب يعني طبعا كلهم مدام رشا، وتصوير الأستاذ محمد مغراوي كمان هو اللي يعني أتحفنا بالصورة اللي عملنا إياها بأولاد بديعة، ومجموعة طبعا بالتأكيد يعني من ممثلين الشباب والأصدقاء. إن شاء الله يعني كمان هيك يكون على نفس يعني يكون هيك يحقق طموحاتنا واللي مستناينه الناس. أيوة. طيب أنا عملت كده بس تجربة صغيرة، رحت دخلت على جوجل وحطيت بس اسمك أشوف إيش يطلع أول شيء عشان أعرف إيش الناس بيدوروا. أوكي، أول شيء الناس بتحطه عنك بيقولوا إنه سامر إسماعيل وزوجته. في اهتمام كبير بصور لزوجتك وحياتك والكلام هذا كله، بيزعجك هذا الشيء؟ لا أبداً، لا طبعاً. أوكي، عادي اهتمام الناس بتحسه طبعاً يعني إنه نحن بنحس حالنا يعني خصوصي لما نشتغل إنه خلاص بنصير يعني من أفراد العائلة تبع كل الناس يعني، فطبيعي إنه نحن بنفوت على كل بيت من التلفزيون ولا من خلال أعمال درامية اللي بنساويها، فطبيعي إنه يكون في اهتمام من الناس يعني بحياتنا وبهيك. وبالعكس يعني أنا بشوفها هي محبة يعني وبنفرح فيها. أنا بشكرك جدا طبعا على وجودك معنا. شكرا لك. وإن شاء الله العميل مكمل، إحنا 46 حلقة لسه فاضل أكثر كمان والأحداث بتتصاعد طبعا. فتفرجوا مشاهدينا على شاهد طبعا والإم بي سي. كان معنا في الاستوديو النجم سامر إسماعيل. شكرا لك. شكرا لك سارة.